السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا فلاح أونلاين مارك عليه. هل كان واحد نكبران دونا فريزيس كله استعماله مارك عربتي دينا قفصها العالمية ولا حديد يعني دادك واحد جرى الله بقاب الله لحديده قاب وحويان انفورمال قاب نوا فورمال هذا با انفورمال كوحويان سيدا صاحب بدا دادك ايه الكتين سيدا ولا حديده سيد ايا واحد الله يقانا انفورمال مركا هو كاشوال وي وواحد هذا العادي اسلاف تقانا انو حويا فورمال ويو وددك بوس كاغا معلن كاغا مامولو هاغا قاب كاسيدا ولا حديد لحيدوك ايا واحد الله يقانا فورمال مركا هلكا وحنا كبردينا قف سيدا اد سيهر عالمية ولا حديد لحيد هلكا مركا وحنا كبردونا فريسيس كردوان متكستا معنيه سينو شرحي دونا حلقا لا استعمال ايو ايو تصال الله صعلا ايا انو متكستا شيقي دونا هادا بايق حبد الكوات How can I make your life easier? How can I make your life easier? معني هذا حويان يعني سداء أيان كوعاون كرا سداء أيان نلاش هذا فضل وري كرا سي تن واحد استعمال يسمر كعربتي دنا قف عاوزيد أعد عاومات وجود يقضيد أما تاجريد أو قف وجود يقضيد سوت واحد واحد رجت قف كاسو هلكن كتيرة أما مشكول سائد أه كتيرة قفك مركا واحد كان نحضي إنو آدي آدي مشغول سيني هاي هولو كفر بدنيهين أياد عرقتي مركا واحد تعالي ستي إنا قفك عاويسيد أياد تعالي ستي وليبا قفكنا إسكو ميل باكا شقايسان تسالهان كمبيني باكا وضا شقايسان أدوكو شقا دادي با صورة ما ستي كدبو حركتي قفكن أو شقا دي سي آدي آد أولا مشغول سن أو هولو بدن أي أهر سيهين markaas oo kala su'aashan oo kala weydiinaysa si aad qofka u galaansho uga qaadatid marka waxa leedahay how can I make your life easier sidee ayaan noloshaada fudayd uga dhigi karaa oo macnaheedu yahay sidee ayaan ku caawin karaa yaani caawimaad ma ku siin karaa saasa loo isticmaala eegto salaha how can I make your life easier sidee ayaan ku caawin karaa yaani caawimaad noocee ah ayaan ku siin karaa I can help you with the report. وان كا عاوين كرا. واربحنتان وان كا عاوين كرا. سي. مركا قف كانا داركتاي وحو بادا وحو ودي هاولا فرابادان بسكوقا قباني. مركا وحركتينو هل كان الريبوت ويال. يعني واربحن لقود بينا يو اي وباحنين لقرقرو لداما يسترو. مركا وحاباتيري. سوهاشي مركو ويدي سي. انتانو كو جوابين باد هيا هادل كادو سيدا ما يسترو. تاو حاباتيري. I can help you with the report. وربحين تنبا وان كعاوين كرا مركاد تكوان سيداس ايا الله استعمالا تلاباد واحي كريو بليس ميذاه تن هدبا قرما استعمالي سا تن واحي استعمالي سا مركا قفك سي اخلاق له شيء وقع السنس يعني قفك كوليكت هنا ملك وضا شقيسان وقل مركا محاد هذا الكاي كود احجرة اريغان بليس ايا كود احجرة بليس معنيسو هذا الكايو تلعية وحانو توسيا احترام سوطا قف كانت كل هذا هاي يسو ديب شيغا وقت نواكا قادة نيسا دادان لو كبحين يسو شيغا كو تديبا مركا قفك سياد وغم هاد عاليسيد اد اما احترام يقدرين وغم موجيسيد هاوشو كو قبتاي يو وقتكو كبحية ايا واحا كل احتار تاهاد الكاغا اريغا بليس ايا كل احتارسا مركا محاتيري could you please set me that tama iso dibi karta oo ma iso diri karta marka inta badan dadka wax ku cusanaysa maxay colleague ama co-workers kaga ayaa ayihiin tan marka saaso kala loo isticmaalay waa marka qofka wax ku cusatid aadna rabtid in aad qadarin iyo ixtiraam u muujisid maadaama wixii aad u dirtay uu ku qabtay oo rabo inuu ku qabtaad u dirataba eegto salaha could you please send me the meeting agenda ma iso diri karta meeting agenda waxa shirka lagaga wada hadlayo ma iso diri karta so intan shirka la qaban aan la sameyn waxa la sii qoraa waxa loo yaqaan agenda agenda waa qodobada shirka lagaga wada hadli doono marka qof co-workerskaaga kamida ayaa waxa leedahay ma iso diri karta agendaha shirka maanta lagaga wada hadlayo marka maxaa horaysa Could you please send me the meeting agenda? Meeting agenda ma iso
diri kartaa tana sidaas ayaa loo isticmaalaa ta saddexaad waxay I have a meeting at kulan ayaan leeyahay markta I have a meeting at kulan ayaan leeyahay ama shir ayaan leeyahay phrase-kan waxa isticmaalaysa marka rabtid inaad qof ku wargelisid in qorshahaaga iyo yaani qorshahaaga qorsheysatay maalinlaha inuu kuugu jiro inaad rabtid inaad kulan aadid halkan adda waxa ka dambeeya waxa dhiganaysa waqtiga iyo waxa soo kala gelinaysa marka waxaad qofkan u sheegaysa in aad hadhow hawl kale aad qabanaysid oo ay yaraan doonto inuu qofkan hadhow kula sii joogo uu ku heli karo marka qofku waxa ku welgelinaysa inaad time kaagu inuu limit yahay sababtoo ah hadhow shir baad leedahay oo waqti kale ma haysatid marka hawlahana hadda haysaan in huru dhammaystirtaan oo kale saas kale qofkan u sheegaysa tusaalahaan qofka hawlba wada qabanaysa marka wax leeda ayna hawsha huru iskaga dhammaystirno hadhow shir baan leeyahay waa adoo saasoo kale dhahay eeg tusaalaha I have a meeting at 2 PM waxa aan shir leeyahay labada ayaan shir leeyahay so I'll have to leave earlier today sidaa darteed maanta waa inaan huru baxaa waa inaan huru tagaa so qofkanaad la hadlaysaa markaa muxuu ogaanayaa inaad hadhow huru tegaysid sababta waxay shir ayaa leedahay marka tanna sidaas ayaa loo isticmaalaa xabadda ku xigta waa xaye Let's come back to that later. Let's come back to that later. Aynu taas mar dambe ku soo noqono. Aynu mar dambe ka hadalno. So, shay baa laga wada hadlayay. Shayga laga wada hadlayaa wuxuu u baahan yahay inay dadka oo dhan shayga maqlaan. Dadka shirka ka soo qayb galay oo dhan inay shayga wada maqlaan ayay u baahan yihiin. Laakiin dadku wali qaar baan iman. Marka waxa leedahay qodobkan aynu hadhow ku soo noqono aynu hadda qodob kale ka hadalno markaad leedahay aynu sheegay hadhow aynu ka hadli doono markay dadka iyo warbixintiisa iyo wixii soo u dhameystiraan aynu hadhow dib uga hadli doona ayaa tan isticmaalaysa eegto salaaha let's come back to that later aynu mar dambe ta ku soo noqono when everyone is here markuu qof kastaba shirka yimaado yaani marka ay dadku dhan shirka ka soo wada qayb galaan aynu qodobkan ka hadalno waa adoo saasoo kale dhahay marka tanna sidaas ayaa loo isticmaalaa xabada shanaad waa xay could you give me status update could you give me status update updateki u dambeeyay ma isiin kartaa so tan waxaa isticmaalaysaa marka qofka codsanaysid inuu qofii warbixin ku siiyo warbixintana maxaa ahayd shay aad wada qabanayseen tusaale ahaan mashruuc ayaa wada fulinayseen marka adigu mashruucii waad ka yar maqnayd kadib qof kaloo mashruuca sii waday ayaa rabtaa inuu kuu sheego inta uu horumar sameeyey meesha uu marayo waxa u dhiman hawlihii la qabtay ee mashruuca ku saabsan markaasa leeday kuchi give me a status update updateki u dambeeyay ma iga siin kartaa proseedkii siduu u socdo projectkii siduu u socdo ma dhammaystirmay xaggaa wax marinaysaa marka tan waxay isticmaalaysaa markaad rabtid inuu qofii shay kugu soo wargeliyo cayn kugu shaqaynayo inuu on track yahay yacni waddadii loogu talagalay inuu shaygu ku socdo iyo in kale could you give me a status update updateki u dambeeyay ma iga siin kartaa on the marketing campaign marketing campaign suuq ololaha suuqgeyntu halka uu marayo updateki u dambeeyay ma iga siin kartaa marka tan maxaa weydiinaysaa qof baa wax weydiinaysaa inuu shaygaa kuu sheego siduu u shaqaynayo siduu u kala socdo shaygaasi marka tanna sidaas ayaa loo isticmaalaa xabadda lixaad waxay keep me in the loop keep me in the loop macnaheedu waxa weeyaan let me know aan ogaado yacni isoo ogeysi waa adigoo dhahay oo kale notify me saasoo kale adoo dhahay weeye isoo ogeysi marka tan waxay isticmaalaysaa marka qof ku leedahay shaygaas iga soo wargeli isoo wargeli halkuu marayo iyo sida uu kala socdo iga soo wargeli marka rabtina qof ogaatid uu saa kugu soo wargeliyo de ayaa tan isticmaalaysa eeg tusaalaha keep me in the loop about any development in the project wax kasto horumara oo mashruuca ku saabsan igu soo wargeli
مركتا وحكا ستوهرو مرأة أو مشروع كسابسن إيغوسو ورقبي مركا تاوح استعمال سا مركا ربتدين وقفي شاي كلا سو وداغو أو شاي كوغوسو ورقبي مركا ستا أو شاي غاسو هرو مرسمي مركا تانا سيداس أي الله استعماله حبدا تدوات I'm not sure whom to ask I'm not sure whom to ask تاوح استعمال سا مركا أدو اختيد يعني الشيء أيها سميني سي كدبنا وأقرن ويدي الشيء سي الله لي سيد الله استعمال يسا الله سميني أيها قرن ويدي كدب وادا وخطي أدو دو وخوة ميلان اسكن مرمالي ومبمي صاحب كاي كيري ورهال كي وادا أرنتي مركا مركا ربتين وشك تال ليدا هي إد أن ويديو مقرن ايو مركا سورنا سا I'm not sure whom to ask إد أن ويديو مقرن ايو مركا بحشي يسا ومركا الشيء كود وقتي ومن الالية مالات كبيرو دا وحي كنا ويدي ما بوس كاد ويديسا ما شقالها دا ويديسا ما صاحب دا ويديسا مركا واد وقتي اكتو صالها I'm not sure whom to ask عيدا ويديو ما قرانا يا about the new software software كان عصب عيدا ويديو ما قرانا يا about the new software software سكا عصب سيدا الله استعمالي سيدا الله عرانيو عيدا ويديو ما قرانايا ماركتا ماركا تانا سيداس اي الله استعمالا حبد السيدادة واحد I need your input on this project I need your input on this project تان واحد استعمالي سا ماركا قفك عساني سيد في العرين تيسا اما فيدباك تيسا اما تلدي سا ماركا قفك عساني سا so شاي باسا ما يساي شاي قاسا وحاولات تكتير قف خابير كوه شاي قاس oo si fiican u garanaya marka waxa rabtay inay ku tiraahdo shaygan soo akhri ama buug baad salaahan qortay marka xarabtay inay ku tiraahdo buug ka soo akhri kadib buuga marka soo akhridid igu soo wareexali falcelintaada ila soo wadaag waxaan ka bedelayo waxaan ku daraya yaani taladaadii waxaas ila soo wadaag markaas oo kala shaygan la isticmaala marka xulaysa I need your input on this project mashruucan waxaan u baahanahay taladaada يعني تلا أديك سيسيد مشروعاً أيان أباهن هاي. أكتو صراحة كان يجي يو إنبوت تلا هذا يو في العلن هذا مهلي كرا. On the market strategy حالطة لود تشين يو سوق جينتا في العلن هذا يو تلا هذا مهلي كرا وما يسين كرتا. يعني ما يلات تلين كرتا سوق جينتا سدا يو سدا لود تشي سدا يو سدا أوسماء. sida ay sidaa daaw sameysid waxa ay waxa sahleysa marka marka qof kana wax weydiinaysa waa qof khabiir ku ah oo si fiican u garanayo shayga aad weydiinaysid marka tanna sidaas ayaa loo isticmaalaa marka casharkeenu intaas ayuu ku saabsanaa halkan waxaanu ku baranay phrases ka loo isticmaalo marka rabtid inuu qof u la xiriirid si heer caalami ah marka la soco casharata casharata xiga kuna soo beer فلاح الله واقصى أمي السلام عليكم